وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، والنهارده ان شاء الله بنكمل مع بعض الكيك المعتمد على الفوم بتاع البيت. والنهارده هنعمل كيك نوع جديد اللي هو الشيفون كيك. الشيفون كيك شبيه شويه من ناحيه المبدا يعني من الانجل فود كيك، ولكن بيختلف عنه بان احنا عندنا هنا الصفار وعندنا كمان دهون اللي هي الزيت. هنستعمل زيت مش زبدة، بس اللي يحب يستعمل زبدة مذابة برضو هتبقى أوكي. الزيت بيخليها أخف، ولكن الزبدة هتشتغل برضو تكون مذابة بس مش سخنة. لازم تكون نزلت تاني درجة حرارة الغرفة، بس ما مش جامدة يعني. النهاردة زي ما في الحلقات اللي قبل كده اتكلمنا عن المقادير، والمقادير بتعمل ايه بالضبط في الكيك او ايه دورها في ان الكيك تبقى ناجحة. النهاردة هنتكلم على الزبدة. اوكي، الزبدة بنضيفها لكذا سبب. الكيك زي ما احنا شفنا في الانجل فود كيك ما فيهاش اي نوع من انواع الدهون، ولا زبدة ولا صفار ولا اي حاجة. الزبدة بتعمل ايه في الكيك لو حبينا ان احنا نضيفها؟ هتدي للكيك طعم، او خلينا نكتبها بالمذاق. المذاق بتاعها او الطعم بتاعها هيكون اقوى، بحيث ان احنا ما نحسش ان احنا بناكل حاجه محايده تماما، تقريبا ملهاش طعم غير ان هي فيها سكر، يعني حاجه حلوه بس، لكن كطعم غني اللي هو الزبده بتضيفه على اي حاجه بنعملها سواء حلويات او حتى طهي عادي. الزبدة طبعا بتضفي طعم حلو قوي له. الحاجة التانية ان هي بتخلي الكيك تبقى ناعمة اكتر وطرية اكتر في الاكل، فبتديها يعني خلينا نقول ملمس احلى، ملمس ناعم. بتخلي نسبة الدقيق تبان ان هي اقل، لان هي بتغلف الدقيق وبالتالي بتقلل الجلوتين اللي بيتكون من الدقيق، فبتدينا كيك طرية خالص واحنا بناكلها. الحاجة التالتة اللي الزبدة بتضيفها على الكيك ان هي بتطول عمر الكيك، او اللي بنسميه الشلف لايف. الكيك زي الانجل فود هنلاقيها بتنشف بسرعة، على تاني او تالت يوم هتكون خلاص بقت ناشفة، لان كل الرطوبه اللي فيها اللي هي من السكر ومن البياض هتبتدي تتبخر. احنا عارفين طبعا ان الميه بتتبخر في جميع درجات الحراره، وهي مجمده بتتبخر، وهي درجه حراره الغرفه بتتبخر، وهي سخنه طبعا بتتبخر. فالميه هتتبخر من الكيك، والكيك بتاعتنا هتبقى ناشفه بعد يوم او اتنين. لكن لما بنضيف الزبدة خليني أقول نسبة الرطوبة بتاعتها بتبقى أطول، بتحافظ على مدة الصلاحية بتاعتها، أو بتطولها عن الكيك اللي ما فيهوش زبدة. لو حبينا نزود زبدة في الكيك بتاعتنا ومش عارفين نزود قد إيه، نزود حاجة بسيطة كتير، ففي كل الكيكات لها فورمولاز، يعني في حاجات ما نقدرش نزيد عن كده أو ما نقدرش نقلل عن كده. فالزبدة لو احنا عايزين نزود زبدة، ممكن نزود زبدة بنسبة تلتين وزن السكر، مش أكتر من كده. ده أكتر حاجة، ممكن نحط أقل بس ده اكتر حاجة، تلتين وزن السكر. يعني انا لو عندي مثلا 300 جرام سكر، يبقى اقدر ازود
200 جرام زبدة. ده أقصى حاجة. طبعا ممكن أحط 50 جرام، ممكن أحط 100 جرام، ممكن أحط 150، بس ما أزودش عن 200. كده هيديني طبعا كل ما زودت كل ما الطعم أو المذاق هيبقى أغنى، كل ما الملمس هيبقى أنعم وأطرى، وكل ما مدة الصلاحية هتطول عندي. في الكيك بتاع أو الكيك اللي هو معتمد على البيض، الزبدة لازم تكون مذابة، ده أساسي، لأن الزبدة إحنا مش بنحطها في الأول وبنضربها مع السكر وبعد كده بنضيف صفار زي الكيكات اللي هي كيكات الزبدة. لا، إحنا الزبدة لازم تبقى آخر حاجة خالص بنحطها في الكيك. فلو حطيت الزبدة جامدة أو قطعة واحدة كده، مش هعرف أخلطها مع بقية الكيك، فلازم تكون مذابة ولكن مش سخنة، غير ساخنة، مذابة بس نستنى عليها بعد ما ندوبها لحد ما توصل لدرجة حرارة الغرفة. لو حطيناها من بدري، لو حطيناها مثلا في نفس الوقت اللي احنا بنحط فيه الدقيق، الزبدة فيها مية، الزبدة نسبة المية يعني الأفريج اللي فيها 18%، 18% مية في الزبدة، وبالتالي المية اللي في الزبدة، وطبعا لو احنا مدوبينها فهتبقى برضو الزبدة نفسها عبارة عن سائل، هتبتدي تحاوط الذرات بتاعة الدقيق، هتحاوط كل مجموعة، وده هيبقى زي كلكيعة كده في الخليط اللي عندي، خليط الكيك، فهتبتدي تكون كذا واحدة من دول، وده هيخلي ان انا اعرف احولها تاني، افكهم تاني من بعض وافضل اقلب، هتحتاج تقليب كتير بحيث ان الكيك هترجع تهبط مني تاني، كل الهواء اللي حطيته في الصفار والبياض هيطلع منهم علشان اعرف اقلب دول. فالافضل ان انا اقلب الدقيق، ولو دقيق مع اي حاجة تانية هتكون برضو بتضاف في الاول، لو دقيق مع كاكاو مع نشا على حسب الوصفة اللي احنا عايزينها، بحطه في الاول بقلب بالراحة خالص مع خليط الكيك، ولما أخلص تقليب بحط الزبدة علشان تدي الكيك الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، طعم وملمس ومدة صلاحية أطول، ويبقى مجرد بس أني هخلط سائل مع خليط الكيك اللي هو برضو بيعتبر سائل، فهيبقى سهل الخلط، هتتخلط بسرعة، وفي نفس الوقت مش هتكلكع الدقيق و تكون باردة علشان درجة الحرارة برضو هتهبط البيض أو الفوم اللي احنا عملناه في البيض. أوكي، نتكلم على الشيفون كيك. الشيفون كيك هتعتمد أمسح طول بس الأول، النهاردة هنعمل مع بعض الشيفون كيك. والشيفون كيك بتعتمد برضو على بياض البيض زي الانجل فود كيك، ولكن بنضيف لها فوم تاني معمول من صفار البيض. فاحنا عندنا حاجتين، عندنا البياض وعندنا الصفار، ده بيكون زائد سكر وده كمان بيكون زائد سكر. بنعمل نوعين من الفوم، البياض لوحده والصفار لوحده، وبعد كده بنضيفهم على بعض مع إضافة الدقيق اللي طبعا بننخله أو بنعديه من مصفى علشان يبقى هش وملوش وزن كبير ياخد الفوم ده وينزل بيه على تحت. الشيفون كيك زي ما قلنا هنستعمل فيها زيت،
وده اختياري، ممكن نبدل نستبدل الزيت بزبدة. الزيت بيتميز عن الزبدة ان هو ما فيهوش مية. الحاجة التانية ان هو سايح اصلا او سائل اصلا، مش محتاجين ان احنا نذوبه وبعدين نستنى لما يبرد وبعدين نضيفه على الكيك، فهو مجرد ان هو اسهل. ونسبة المية اللي فيه طبعا بالنسبة للزبدة ده ما فيهوش نسبة مية، ودي فيها 18.5%. الشيفون كيك بتختلف عن الانجل فود كيك بان احنا بنضيف لها بيكنج باودر. بيتحط لها بيكنج باودر، بيساعد ان هي ترتفع اكتر وتبقى هشه اكتر. وده الطريقه التقليديه ان احنا نعمل بيها الشيفون كيك. لكن هل نقدر نستغنى عنها؟ نقدر نستغنى عنها، بس الوصفة دي هي الوصفة التقليدية بتاعت الشيفون كيك، فأنا حبيت أعملها زي ما هي علشان نشوف النتيجة بتاعت الوصفة التقليدية. لكن إحنا عندنا تصرف، نقدر ما نحطش البيكنج باودر، مش هتطلع أعلى، وفي نفس الوقت أول ما تطلع من الفرن هتهبط أكتر، لكن هتنجح برضو من غير البيكنج باودر. نفس الحكاية برضو في شيفون كيك، احنا عندنا نفس الصينية علشان نسهل اننا لما تطلع من الفرن، هي برضو لازم تتقلب بسرعة لان دي بتهبط بسرعة، فلازم تطلع من الفرن نقلبها فوق ازازة او اي حاجة تسمح ان احنا نقلبها عليها، بحيث ان الجاذبية ما تخليهاش تهبط كتير، وانها تفضل على قد الامكان واقفة على الازازة دي لحد ما توصل لدرجة حرارة الغرفة، بعدها ممكن نقلبها. وعلشان تلزق من الجناب وما تتقلبش، طبعا لازم ما نحطش اي حاجة في الصينية زي زبدة او دقيق او زيت او اي حاجة، نسيبها الصينية من غير اي اضافات عليها علشان تفضل لزقة وما تقعش من الصينية لما نقلبها. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول، شرحنا فيه الزبدة تأثيرها إيه على الكيك، وشرحنا فيه نوع الكيك اللي احنا هنعمله النهاردة اللي هو الشيفون كيك. بإذن الله نرجع بعد الفاصل ونعمل الشيفون كيك مع بعض. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الشيفون كيك. مقادير الشيفون كيك عندنا 250 جرام كيك أو دقيق الكيك، عندنا 200 جرام سكر، 6 جرام ملح، 12 جرام بيكنج باودر، 125 جرام زيت، 125 جرام صفار بيض، 6 جرام فانيليا، 250 جرام بياض بيض، 125 جرام سكر، 1 جرام كريمة التارتر. اوكي، المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفين، عندنا بياض مع السكر، عندنا الصفار مع السكر، وعندنا الزيت، و المقادير الجافه. المقادير الجافه هحطها كلها مع بعض في مصفى علشان ادخل فيها هواء على قد ما اقدر. هنخلها دلوقتي وأرجع تاني أنخلها لما أحطها على الكيك أو على بقية خليط الكيك السائل. أوكي. هحط البياض وأبتدي أضربه لحد ما يبقى هش ولونه أبيض، وبعد كده هضيف له السكر شوية شوية وكريمة التارتر، وهنا هحط السكر والصفار، وهضربهم لحد ما يوصلوا لمرحلة الشريطة.
الصفار ممكن أضربه على درجة عالية من الخفق، البياض بنعمله متوسط متوسط إلى عالي. دلوقتي نشغل العجان برضو على بياض البيض. ممكن دلوقتي احط كريمة التارتر مع البياض. وابتدي ازود السكر شوية شوية. أوكي. بالنسبة للبياض في الشيفون كيك بنضربه درجة أكتر شوية من السوفت بيك، ما بنوصلش للهارد بيك أو الستيف بيك اللي هو اللي بيبقى جامد قوي زي المرانج، لكن بيبقى نسبته أكتر شوية من الانجل فود كيك. كده البياض خلاص جاهز، الصفار فاضل إن أنا أزود له الزيت شوية شوية، وأنا يعني أنزله حاجة بسيطة علشان أعمل عملية الإمالسيفيكيشن اللي هي إن أخلط مية مع دهون، ودول حاجتين مش بيتخلطوا مع بعض غير لو نزلنا حاجة عكس التاني. يعني ده دلوقتي الصفار فيه مية بنسبة 35%، وعايزة أخلط ده مع الزيت، لازم انزله شوية شوية زي بالظبط ما بنعمل مع المايونيز علشان يديني الملمس الكريمي زي المايونيز. هو ده برضو بيساعد ان احنا نحافظ على الهواء جوه الخليط. هحط الفانيليا وهشغل العجان وابتدي احط الزيت شوية شوية. كده خليط الصفار جاهز. هاخد خليط الصفار احطه في بول تكون واسعة علشان اقدر اقلب من غير ما اهبط الخليط اللي عندي. ودلوقتي أجيب البياض وهضيف بياض مع دقيق والبيكنج باودر شوية شوية، يعني هحط البياض على 3 مرات والدقيق على 2 مرات. أول جزء من البياض وهجيب نص الدقيق والبيكنج باودر ونبتدي ننزلهم على الخليط اللي عندي. زي ما احنا شايفين مش بيهبط الهواء لانه خفيف خالص، دخل فيه هواء كتير
ونبتدي نخلط بالراحة خالص. هنوصل لحد 3/4، يبقوا متمزجين بنسبة تقريبا 3/4. ودلوقتي احط شوية بياض كمان، تلت تاني، بقية الدقيق. لما نقلب برضو 3/4 تقليب اللي العجينة محتاجاها، هنحط بقية البياض. لو في دقيق لازق في البول لازم ناخده. اوكي كده المرحلة دي كفاية، وأحط بقية البياض. ونقلب الخليط مرة تانية بالراحة خالص. اوكي كده كفاية، والخليط بتاعنا كده جاهز. هجيب الصينية، وبرضو الصينية زي ما احنا شايفين مش مدهونة زيت او زبدة او دقيق، هي ناشفة خالص. ودلوقتي نحط فيها الخليط، وبرضو هنحطه بالراحة خالص، وتقريبا هنملى 3/4 الصينية في الارتفاع. نخلي بالنا ما نهبطش الكيك بعد ما حطينا فيها المجهود ده. والشيفون كيك دي برضو بتحتاج بعد كده ان هي يتحط لها فيلينج او توبينج، وممكن برضو نعملها في صينية ما يكونش فيها فتحة من النص، ولكن زي ما قلنا بالنسبة للانجل كيك الفتحة اللي في النص بتخلي ان احنا نقلبها على ظهرها بعد ما تطلع من الفرن اسهل كتير. ودلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن حوالي ساعة إلا ربع أو إلا تلت. لازم طبعا ندخل فيها توثبيك أو سكينة رفيعة أو حاجة علشان نتأكد إن من جوة مش لسه طرية، وبعد كده بنطلعها ونقلبها على ظهرها. اوكي انا سبت الكيك اللي عملتها من قبل كده زي ما هي. دي هي الطريقه، بناخدها من الفرن وبنحطها على اي حاجه، برطمان، كوبايه، ازازه، ايا كان الحاجه اللي هنوقفها عليها. المهم يبقى هنا مفيش اي حاجه خبطه فيها علشان ما تهبطهاش. لو هي اعلى من مستوى الحافه بتاعت الصينيه يعني. وزي ما بقول كده كده هي لازم هتهبط، لان هي عبارة عن هواء جواها، فالهواء طبعا اول ما بتطلع ما فيش حاجة كتير بتشيله، لان نسبة الدقيق مش كبيرة، فلازم بتريح شوية. ولكن الطريقة دي بتمنع انها تهبط كتير. كده هتهبط برضو، ولكن
مش بنفس النسبة. اوكي زي ما احنا شايفين هنا انا جايبة برطمان عادي خالص، حطيت عليه بس ورق علشان الكوباية اللي هحطها من فوق ما تتزحلقش، وهو ده كان الحاجة اللي طلعت عليها الصينية. ما لقيتش إزازة ممكن تدخل فيها فنعمل أي حاجة تمشي يعني. أوكي. أوكي. دي زي ما قلنا هي لزقة لأن أنا كنت لسه سايباها ما قلبتهاش، فهنبتدي نفصل الحواف بتاعتها عن الصينية بالراحة خالص عشان ما نكسرهاش. زي ما احنا شايفين هي ما هبطتش كتير، هي هبطت شوية بس مش كتير، هبطت من الجزء اللي في النص ده لان الجزء اللي ماسك في الصينية اللي برضو بيساعد على انها ما تهبطش هو هنا وهنا، دول الصينية ماسكاهم لان هي كده لزقة في الصينية، فاللي هنا ده لازم يهبط شوية ولكن ده مش ده حاجة متوقعة ولازم تحصل في كيكات السبونج خصوصا الانجل كيك والشيفون كيك. اوكي كده الجزء ده طلع. وهاخدها محتاجة اعمل الجزء اللي جوه ده كمان لان ده كمان لازق. بحيث يبقى فاضلي بس الجزء اللي فوق، احاول على قد ما اقدر اسلكه كده من الصينية وما نقلقش لان هي عاملة زي السفنج، حتى لو ضغطنا عليها ترجع تعلى تاني فما نقلقش. وممكن برضو نستعمل سباتشولا نسلكها شوية وبعدين نحاول ان شاء الله نقلبها مع بعض. بالراحة خالص لان هي كيكة هشة خالص وطرية خالص فممكن تتقطع او تتكسر مننا بسهولة، فبالراحة خالص نسلكها من الصينية. متهيألي كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ودلوقتي نقطع منها حتة عشان نشوف شكل الشيفون كيك من جوه بيبقى ازاي. زي ما احنا شايفين شيفون كيك طرية وهشة خالص ولسه الرطوبة بتاعتها موجودة فيها فما نشفتش مننا خالص في الفرن. لازم اول ما تبتدي تستوي او اول ما نلاقي ان السكينة او التوسبيك طلعت نظيفة من غير اي عجينة ماسكة فيها يبقى كده خلاص وما نسيبهاش تنشف في الفرن ولا نطلعها بدري شوية. ننضف الطبق. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، اتكلمنا فيها عن الزبدة واتكلمنا فيها عن الشيفون كيك. يا رب الوصفة تكون عجبتكم واتمنى انكم تجربوها واشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله ان شاء الله.